السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. هذا الإنجاز التاريخي لدبي والمتمثل برفع المستقبل الشمسي لأعلى برج شمسي في العالم الذي يتجاوز ارتفاعه 260 مترا في أكبر مشروع طاقة شمسية مركزة في العالم. ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. واستثمارات تصل إلى 15 مليار و800 مليون درهم، وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الرابعة 950 ميجا وات، حيث يعزز المشروع ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعاهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مسترشدينه برؤية سموه. الثاقبه وتوجيهاته السديده لتحقيق اهداف استراتيجيه دبي للطاقه النظيفه 2050 للوصول الى 75% من طاقه دبي من مصادر الطاقه النظيفه بحلول عام 2050 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته